ومن مدينة القدس تنضم إلي فاطمة عمر خمايسي، وكذلك من مدينة رام الله ينضم إلي فراس حسن مراسلنا كذلك في الأراضي الفلسطينية. ولكن أبدأ من مدينة القدس. فاطمة، إذن إعلان الشباك هذا الأخير، وأنت بالمقابل موجودة فيما تسمى بالفتيل القابل للاشتعال دائما، كيف تبدو الصورة فاطمة؟ نعم محمد، يعني إعلان جهاز الأمن العام الشباك لهذا الأمر، اعتقال 8 فلسطينيين بشبهة إطلاقهم سلسلة عمليات إطلاق نار في مختلف المناطق في الضفة الغربية التي تستهدف مواقع للجنود الإسرائيليين، يبدو على إنجاز نوعا ما. هذا الأمر أيضا يتزامن مع استمرار البحث عن منفذي عملية أريحة وأيضا منفذي عملية حوار التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين. على المستوى هنا في مدينة القدس نتحدث عن أجواء جدا إيجابية وأجواء جدا هادئة، هنالك حركة اقتصادية جدا قوية محمد، هنالك أيضا يعني نوع من آمال يعلقها أصحاب المحلات التجارية هنا على بدء شهر رمضان واقترابه، وأيضا هذه الحركة التجارية يعني يعولون عليها أن تستمر، ولكن طبعا هنالك دوما هذا الهاجس والتخوف من اندلاع أي أمر وأي مواجهات تخرب هذا الأمر، خاصة وأن هنالك يعني العديد من اللقاءات الأمنية التي تعقد وعقدت في العقبة قبل عدة أيام، والتي يعني تريد أن تخفض من أي تصعيد محتمل سوف يكون خلال رغم نعم فاطمة رغم شعور الراحة، ولكن يعني عندما نتحدث عن شهر رمضان قبل أسابيع من شهر رمضان يكون هنالك تواجد ووجود عسكري وأمني مكثف قرب باب العمود هذه المنطقة. صفي لنا هذا الأمر بالتحديد، لديك فاطمة؟ صحيح محمد، الأعداد يعني بالرغم من أنها ارتفعت وتعززت في مناطق التماس في الضفة الغربية، نتحدث عن تعزيز المنطقة بأربع كتائب، ولكن هنا على مستوى باب العمود العدد لا زال ضمن المعقول. هنالك دوريات للشرطة الإسرائيلية باستمرار تقوم بالتجوال في السوق البلدة القديمة، وأيضا طلب الهويات من عدد من الشبان في حال يعني يشتبهون بهم من ناحية حركة أو من ناحية أمر أمني آخر، لكن هذا الأمر يعني يبقى ضمن المعقول ويبقى ضمن روتين ولا يعكر الحركة التي تحدثنا عنها سابقا محمد. ولكن على المستوى الأمني السياسي إذا ما أردنا أن نتحدث، كان هنالك تصريح لافت لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يستاء من هذا الوضع الأمني، نتحدث عن على عشرات القتلى الإسرائيليين منذ مطلع هذا العام، 14 قتيل تحديدا خلال شهر واحد. لذلك هو يقول أن السياسة الأمنية يجب أن تتغير من الدفاع إلى الهجوم، وهذا الأمر لربما سوف يكون لديه تبعيات جدا كبيرة، خاصة أن هنالك أيضا استياء على مستوى الشارع الإسرائيلي اليميني الذي يستاء من تعامل المنظومة الأمنية بهذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر فاطمة عمر خمايسي، حدثتنا من أمام باب العمود في القدس، وليس بعيدا عن القدس إلى رام الله. نعود إلى فراس حسن. إذن فراس، مجمل التطورات الميدانية وكذلك التحركات السياسية الفلسطينية لديك؟ نعم محمد، نبدأ من منطقتي نابلس وأريحة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تشديد إجراءاتها العسكرية في المنطقتين اللتين شهدتا عمليتين مسلحتين أسفرتا عن مقتل 3 إسرائيليين، كما تواصل عمليات التمشيط في المنطقتين بحثا عن المنفذين. وفي الأثناء أغلقت القوات الإسرائيلية جميع مداخل مدينة أريحة الرئيسية والفرعية، بينما أعادت فتح معبر الكرام الذي أغلق ليلة أمس أمام حركة المسافرين من وإلى الضفة الغربية. وفي آخر التطورات الميدانية محمد، 3 مستوطنين أصوبوا بجراح دمرت سيارتهم جراء مهاجمتهم من قبل شبان فلسطينيين. المستوطنين على ما يبدو دخلوا قرية عزون شرق قلقيلية عن طريق الخطأ. أيضا تتحدث مصادر فلسطينية عن إصابة فلسطينيين في هجوم لمجموعة من المستوطنين بالحجارة والزجاجات استهدفت مركبة من بلدة جبع جنوب جنين. بما يخص التحركات السياسية الفلسطينية، زار الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو قرية حوارة جنوب نابلس برفقة نائب رئيس حركة فتح محمود العلول، وأطلع على أثار هجمات المستوطنين، وطالبوا عمرو بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات وتعويض المتضررين، بينما دعا العلول لتوفير الحماية للفلسطينيين الذين حسب ما أعلن العلول يعولون على الدور الإدارة الأمريكية في وقف العنف في المنطقة. جولة هادي العمر في حوارة تأتي بعد عقد لقاءات أيضا جمعت بين
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة الفلسطينية وهما من المشاركين أيضا في القمة التي عقدت في العقبة. اللقاء يأتي استمرارا لسلسلة اللقاءات بين القادة الفلسطينيين والإدارة الأمريكية خلال اللقاء أيضا دعا الشيخ الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى توفير الحماية للفلسطينيين. إذن دعوات فلسطينية وتحركات سياسية تزامنا مع تطورات ميدانية نقلتها لنا فراس حسن، شكرا.